أقدم مدينة في التاريخ هي الأسوأ، جملة قد لا يصدقها البعض، لكن هذا هو واقع دمشق بعد أن نهشتها الحرب. المدينة التي يعود تاريخها إلى 9000 سنة قبل الميلاد هي بحسب تقرير نشرته وحدة إيكونوميست إنتليجنس البريطانية أسوأ مدن العالم. والسبب غياب الاستقرار وتردي التعليم ورعاية الصحية والبيئية وانهيار البنية التحتية وتراجع الثقافة. بعضهم قد يرى ما أتى عليه التقرير مبالغا فيه، لكن واقع الحال قد يكون أسوأ من ذلك. ففي قطاع التعليم لا يمكن للعملية أن تسير دون تأمين مستلزماتها الأساسية من مدارس تحتوي على بنى تحتية كاملة، إضافة إلى توفير الكادر التدريسي والإداري الكافي، وهو إن وجد فسيكون بالحد الأدنى. وكان تقرير سابق لليونيسف كشف عن أن أهم تحديات التعليم في سوريا تكمن في تسرب 2,800,000 طفل من التعليم في البلاد وبلدان اللجوء، والأكثر من ذلك فإن بعضهم لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقة، بينما فات بعضهم الآخر ما يصل إلى 7 سنوات من التعليم. واقع الصحة هو الآخر سار على الخط ذاته، فالمشافي الحكومية كانت مضرب مثلا في سوء جودة الطبابة أو العناية بالنظافة منذ القدم، وبعد قصف النظام للمدينة أصبحت الأولوية فيها لجرح النظام، وإن كان الحل في المشافي الخاصة فهي لمن استطاع إليها سبيلا، والسبب ارتفاع الكلفة. لم يكن البشر والبنية التحتية فقط هم ضحايا حرب النظام على الشعب، بل طالت أثارها السلبية البيئة كذلك، فإن تحدثنا عن المياه كواحدة من المصادر البيئية وجدنا أن النظام بحسب الأمم المتحدة استهدف في قصفه عمداً مصادر مياه دمشق. واقع الحال الذي اعتمدت عليه المجلة البريطانية لتصنيف دمشق كأسوأ مدينة للعيش في العالم قد لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً مما تعانيه، فالغلاء استوطن فيها واستقر في بطون أبنائها، فإلى أين يسير واقع الحال بدمشق وأهلها؟